من عمرو السوليه نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي برضه مع زميلنا احمد حازم نشوف هيقول ايه بعد الفوز النهارده على الزمالك 3-2 في السوبر المصري. اتفضل يا حازم. شكرا للزميل العزيز كريم خطاب وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. عقب فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري على نادي الزمالك بنتيجه 3-2 بيشرفني ان يكون معي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد طبعا في البدايه ببارك لك فوز مهم يعني السوبر طبعا فرحه كبيره ولكن لما يبقى الفوز على الغريم التقليدي للنادي الاهلي اكيد الفرحه مختلفه كابتن سيد. الحمد لله طبعا يعني فوز مهم جدا وفوز معنوي بشكل كبير قوي خصوصا في بدايه الموسم يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. بشكر اللعيبه جدا 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 رحله مرهقه جدا بتاعت غينيا ومع ذلك تركيز عالي جدا في المباراه. يمكن حظنا كمان اللي مش لطيف ان انت بتخش المباراه ديت وانت عندك اصابه رامي ربيعه عندك اصابه سعد سمير عندك ايمن اشرف حالة طرد في مباراة بيراميدز كمان عندكش خيارات غير أحمد متولي أو آسف محمود متولي وياسر إبراهيم حتى الاثنين دول اتعوروا بتكمل في ظروف صعبة جدا بحمدي فتحي ومحمد هاني. بشكر اللعيبه جدا الحمد لله على مسؤوليتهم واحساسهم باللقاء من اول ثانيه. يمكن الشوط الاول كنا ممكن نكسب فيه 4-5 بدايه الشوط الثاني لحد ما جت اصابه يعني ياسر ابراهيم. يعني كابتن سيد لولا اصابه ياسر ابراهيم ومحمود متولي كان النتيجه ممكن تختلف عن كده ويمكن الاصابات دي قربت نادي الزمالك من المباراه شويه. بتلعب فرقه كويس طبعا بالتاكيد فرقه نادي الزمالك طبعا فرقه كويس طبعا بالتاكيد يعني لكن اعتقد ان احنا كنا سيئين الماتش جدا شخصيا